الحمد لله رب العالمين، اللهم تتابع برك واتصل خيرك وزاد عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبقى لنا حاجة إلا وقضيتها بفضلك وكرمك، وأنت أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ورحمته للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه ورفقاء دربه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. ما أطيب الحياة الدنيا إذا تصافت القلوب وتناست العيوب، ودعا بعضنا لبعضنا بمغفرة الذنوب، وأن يعطف وأن يحن علينا قلب نبينا المحبوب. هنا يتجلى الله علينا فيوفقنا بالسير في خير الدروب، ويكشف عنا الحزن ويفرج الهموم والكروب، إن ربي قريب مجيب. قالوا لنا إن الإنسان قلب، ومحور الحياة هو الإنسان، وأهم شيء في الإنسان هو القلب. سلمك في قلبك، حربك في قلبك، دينك في قلبك، نيتك في قلبك، حلالك في قلبك، حرامك في قلبك، المحبة في قلبك، والبغضاء في قلبك، فأنت عبارة عن قلب، وسوف تحاسب على هذا القلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من هنا وصل الواصلون بسبب تصفيتهم للقلوب، بسبب ارتفاعهم عن مسألة العيب والعيوب، فساروا في طريق الله فبلغهم المطلوب. لأن القلب إذا رق راق، ترق القلب إذا رق راق، وإذا راق فاق، وإذا فاق اشتاق، وإذا اشتاق ذاق، وإذا ذاق عرف، وإذا عرف اغترف، وإذا اغترف نال الشرف، فأصبح من عباد الله المكرمين. كل هذه المراحل يبلغها السائرون على درب الله، ما وصل الواصلون إلا بالمجاهدات، إلا بالحرص على طاعة الله، إلا بالسير في طريق الله. قلوبهم بالله قد علقت،
وألسنتهم لم تفتر أبدا عن ذكر الله، حتى عقولهم دائمة الفكر في ملكوت الله. سيدنا عمر بن عبد العزيز عليه من الله سحائب الرحمة والمغفرة والرضوان، لما رقد على فراش الموت اجتمع حوله أبناؤه وأحفاده، فأرادوا أن يلقنوه لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله إذا مات دخل الجنة، وهذه تكون من توفيق الله لأهل السعادة. والذين عندهم أذكار لا يغفلون عنها ولا تفتر ألسنتهم بالبعد عنها تصبح معهم سهلة ميسورة. أما أهل الغفلة الذين ليس لهم أذكار ولا أوراد ولا من عمار المساجد ولا يترددون عليها وليس لهم في الخير نصيب ولا سهم، ستصبح على ألسنتهم ثقيلة وهي لا ترد أصلا. فجلس أبناؤه وأحفاده وقال واحد منهم: يا أبتي قل لا إله إلا الله. فسكت. فقال أخ له ثان: يا أبتي قل لا إله إلا الله فإنها زاد الميت. فسكت سيدنا عمر. فبدأوا يجمعون أن يلقنوه: يا أبانا قل لا إله إلا الله. فأشار بكفه إليهم: اسكتوا. ثم رفع وجهه إلى السماء وامتلأت عيناه بالدمع السخي وقال: يذكروني بك فمتى نسيتك، يذكروني بك فمتى نسيتك، ذكرك في فمي ونورك في وجهي وتوحيدك في قلبي، فكيف أنساك يا من لست تنساني. أصحاب الأذكار في اتصال مستمر، أصحاب الأوراد على أورادهم يحرصون وعلى الطريق سائرون، وكلهم في الله أمل وهم مشتاقون. كيف أنساك يا من لست تنساني، أيا من كلما نودي أجابا، كلما نودي أجابا، ومن بجلاله ينشي السحاب، وكلم موسى في الدجى بلطف ثم ألهمه الخطاب، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من خص أحمد وسماه حبيبا وأعتق في شفاعته الرقابا، لك الحمد الجزيل على عطاء مننت به وضاعفت الثواب، وضاعفت الثواب، فما أكرمك يا الله، وما ألطفك يا إلهي، وما أحلمك يا رب. هؤلاء ترقوا في سلم الوصول إلى الله فأصبحت عندهم كرامات وأصبحت لديهم مكاشفات، وبينهم وبين ربهم أسرار، وعندهم من الأنوار، لأنهم عباد الله السائرون على درب الله. وكلما رق القلب ارتقى العبد، ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. فالمعجزات لأهل النبوات والرسالات، أما الكرامات والنفحات والآيات فهي لمن أقل، تكون لأهل الصديقية والولاية. الولاية أن يوفقك الله لطاعته فتلتزم بنهج الشريعة وتتأدب بأدب النبي محمد
صلى الله عليه وآله وسلم، مع صدق اليقين، مع إخلاص النية، مع المجاهدة، مع الأذكار والأوراد، سوف تلحق، سوف تلحق، ومن سار على الدرب وصل. ها، ولكن الولاية درجات، كما أن النبوة درجات. هل كل الأنبياء 124,000 نبي ورسول كلهم سواء؟ لا، فيه درجات. عندنا أنبياء وعندنا أعلى رسل، وبعد كده فيه أولو العزم، وبعد كده الخليل والكليم والمسيح، وأفضل الكل اليتيم سيدنا محمد. بحر علم الله أحمد، بحر علم الله أحمد، كل من يلقاه يسعد، حوضه الصافي المبرد لكل من يعشق محمد. اللهم صل عليك سيدي يا رسول الله، هو أساس النفحات والأسرار، وهو الذي هدانا إلى طريق الله، نعم، وهو شفيعنا غدا عند الله. الله الله الله، الولاية درجات. نعم، ممكن يكون واحد ولي وما يعرفش انه ولي، سيطر عليه الزهول والرجل يعني ترقى، ما عرفش، تلاقيه مسكين قاعد كده ما حاسس بنفسه. وممكن يكون ولي، المرأة في البيت ما تعرفوش انه صاحب ولاية، عياله في البيت ما يعرفوش انه ابوهم ولي. رجل متوكل على الله، ده غلبان ما يعرفش حاجة. ما هذه صفة الأولياء؟ انتوا سمعتوا عن حد قال انا ولي؟ ما حصل. ايش دول؟ اهل ادب، اهل ذوق، اسمهم اهل السلوك. السلوك فين؟ الى الله. يسموا باهل الطريق. الطريق فين؟ الطريق الى الله، اهل المودة واهل الاخاء واهل المحبة. ها كده، يا سلام. وممكن الولاية تيجي الرجل غني، الاغنياء لهم في الولاية. ايوه يا أخي، مش هو فضل الله يختص برحمته من يشاء؟ هو عشان غني يبقى يعني ممنوع من القرب؟ كم من الأغنياء عند الله يعني سعداء؟ نعم، المال الصالح للعبد الصالح. الأغنياء اليوم في المشورة طبعا. هو سيدنا أبو بكر يعني كان رجل ما لقيش يأكل، ده من كبار التجار. سيدنا عثمان بن عفان ده ملياردير، عبد الرحمن بن عوف مليونير كبير، المثنى بن حارس ده أمير. بلاش من الصحابة ادخل على التابعي. هو ابراهيم بن ادم كان فقير، بشر الحافي ده ابوه والي البصر، ابو الحسن الشاذلي ما كانش لاقي ياكل. لا يا عمي، لا حرج على فضل الله، ولكن هي درجات. يعني العملية مش للأغنياء بس، برضو للفقراء. الفقراء ربنا بيقول الخلق عيالي، الخلق عيالي، والإحسان كان قصدي من الخلق. ربنا خلقنا عشان يحسن إلينا، مش هو المحسن؟ هل هناك أحسن من الله؟ لا إله إلا الله. هل هناك ألطف من الله؟ لا، كريم 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 لا يبخل، وحليم حليم لا يعجل. الإحسان كان قصدي من الخلق. تشكر يا رب، تشكر يا رب، لك الشكر ولك الحمد. خلقنا ليحسن إلينا طبعا، وإحنا عايشين في إحسان الله، مش إحنا عبيد إحسان؟ خلقك من عدم وساق إليك موفور النعم، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة والهداية والرشاد، ومن أجلك أرسل الرسل، ومن أجلك أنزل الكتب. وعندما يتعصب الجبل ويتعصب البحر وتتعصب الأرض وتغضب السماء ويحصل الزلزال حتى في البحر، والكل يريد أن ينتقم من بني آدم العصاة، ربنا يقول دعوهم إنهم عبادي، إنهم عبادي، من تاب إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. الإحسان كان قصدي من الخلق. ما يفعل الله بعذابكم؟ خلي أملك في الله كبير، خلي عندك حسن يقين. أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنت ظن خير هتلاقي الخير، واللي عشمان في الخير يلاقيه، وفي الناحية الثانية برضو اللي خاف من عفريتي يلاقيه. فأنت خلي يقينك مع الله،
يقول لك بيضها وارميها البحر، لا بيضها واجعلها في يد الله. انت تعامل ربنا، ما لكم على البحر، بحر ايه؟ البحر ده جندي من جنود الله، فانت خليك مع صاحب الامر، صاحب الامر الذي لا يقع في ملكه الا ما اراده سبحانه وتعالى. الله الله. يعني يبقى رجل فقير ولي، ايوه زي ما يبقى غني، ايه المشكله؟ ده ممكن يبقى بيمتهن حرفه بسيطه تلاقيه رجل بواب على الله، رجل اجير عند الناس، رجل يبيع على عربية ترمس، رجل بيبيع شوية جرايد، ها رجل يعني شيال بواب مسح أحذية. يا أخي لا حرج على فضل الله، ما هذه ولاية. إن الله خبأ أولياءه بين عباده، كم في الزوايا من خبايا وكم في الناس من بقايا. ما تستهترش بحد، ممكن يكون على درجة من الولاية، بس سيدنا النبي بيقول رب أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك. يعني إيه رسول الله رب أشعث أغبر ذو طمرين؟ الدلبية اللي عليه تعكر بحر ومقطعة، والرياح تأتيها من كل صوب وحدب، وجسمه متسخ ليه كذا شهر مستحماش، والشفايف مقلوبة والوش مغبر وعليه الدنيا كل. رب أشعث أغبر، أيوة ذو طمرين، أيوة لو أقسم على الله لأبره. هي عم بده، ما هو مقام الولاية، مقام الولاية يا سيدي، مقام الولاية. كان في رجل مستشار مركب امرأته وولد وبنته وركبين العربية بالليل في اسكندرية وماشيين مروحين على الكورنيش، لقي بياع ترمس. الولد قال له عايز من ده يا بابا؟ وقف العربية ونادى على الراجل هات لنا 4 قراطيس، أنا والمدام والواد والبيت. القرطاس كان بنص جنيه، 2 جنيه. راح مطلع 5 جنيه عطاها الرجل المسكين، فرد له طلع له 3 جنيه. قال له لا يا عم الحاج، دي مني أنا ليك، الله يقويك يا أخي، الله يسهل لك الأمور. قال له والله أنت وشك سمح، حياة سيدنا النبي أنت هتروح تحج السنة دي، حياة سيدنا النبي لا هتروح تزور الحج السنة دي. رجل ضحك، عم الشكرين بارك الله فيك. المدام قاعدة متكية ما عرفاش حاد، كان في الزوايا من خبايا. قلت له الناس دول هم يا أخي، هم لنا يعني 3 جنيه يوديك الحج، وما لو عطينا 30 يودينا فين السمسمة. وخذوا الأمر بتلقائية وعفوية وبساطة. ده قال لها ده كمان الأشد هيقول لها تروح الحج والسنة دي، طب إحنا نهار 2 في زي الحج، ها قاعدين 7 أيام على عرفة. أبي مسكين وسحها شوية. الساعة 12 في الليل التليفون ضرب. ألو سيادة المستشار، تجيب لنا الجواز غدا إن شاء الله عشان التأشيرة. تم اختيارك من قبل الوزارة أن تذهب مع وفد الحج لهذا العام. رجع يجري على الراجل، يا عم الحاج أنت رجل مبروك، ده أنت رجل وصل. قال له يا عمي خليها على الله، إحنا دعونا لك وكانت ليلة القدر، روح يا عمي بس أمانة عليك تسلمنا على سيدنا النبي. فنزل في الرياض ثم ذهب إلى مكة، أتم شعائر الحج ثم توجه إلى المدينة فزار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتردد 3-4 مرات. وفي إحدى المرات جلس ينتظر صلاة الفجر فغمضت عيناه، أخذته سنة من النوم، فجاءه حضرة النبي. يا فلان. نعم يا رسول الله. أين الأمانة؟ أي أمانة يا رسول الله؟ أولم يكلفك الرجل البائع أن تسلم له علي؟ فوقف يبكي واعتذر أمام المقصورة، معذرة يا رسول الله، أنا نسيت، معذرة يا رسول الله، سامحني يا رسول الله، سامحني يا رسول الله. فلما رجع إلى بيته طاف على الرجل فلم يجده. بعدها بأشهر وهو يسير فوجئ به يبيع، يا عم الحاج، يا عم الحاج انت فاكرني؟ عم يروح الله يسهل لك، انت ما فاكرنيش، ده انا اللي دعيت للسنة الفاتت. يا عم يروح الله يسهل لك، يا عم ده انا بلغت لك السلام. قال اتق الله، لولا ان جاءك كنت قد نسيت،
لولا أنه قد جاءك ليذكرك بي ويطلب السلام مني إليه، والله ما تذكرت. هذه ولاية، راجل بيترمس على الشاطئ ولا على الكورنيش ولا في الشارع، أنت لا تأبه لمثل هؤلاء. احذر وانتبه، فكم في الزوايا من خبايا وكم في الناس من بقايا. الله، لذلك كرامات أهل الله لا تقف لها بالعقل، سلم واعلم بأن قدرة الله فوق الشك والتهم، لا تعارض. هو القرآن مش قال فيه كرامات لأولياء الله؟ أمال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن وليي الله، على لسان يوسف الصديق. إيش كده يا عم؟ هنالك الولاية لله الحق. هو اللي حصل لأهل الكهف ده مش ولاية؟ ولاية. اللي حصل للعزير مع أنه نبي أليست كرامة؟ كرامة يا سيدي. لما يدخل زكريا على مريم ويلاقي فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، مش دي كرامة؟ هي مريم نبية؟ لا، ليس من النبوة أن تكون أنثى، النبوة في الرجال، وكن حور، لا تنفع المرأة ولا ينفع العبد، ذو نسب في أقوامهم، لازم يكون شريف وحسيب ونسيب وأصيل ولد ناس ومن علية القوم، ينفع. إنما الولاية دي مرخية تشمل الكل، واسعة، فضل الله الكريم، فضل الله الكريم. ولذلك المعجزة لازم النبي يبلغها، لأنها نوع من التحدي، إثباتا لنبوته وتأكيدا على رسالته ودعوة للمعارضين وتحديا للرافضين. إنما الولاية كل ما ترقى يخفي، كل ما ترقى يضاري. ده اللي بيقول حاجة ده لسه على أول الطريق، إنما الناس الراسخة لا لا لا. إنباح بالسر تباح دماؤه، وكذا دماء البائحين تباح، وتشبهوا بالرجال وإن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. ده كلما ترقى في سلم الوصول إلى الله كتم السر. لا يا عمي، هم عارفين المسألة مش بحثا عن الشهرة والأضواء والصيت. لا لا لا، الولاية غير الدروشة. كل اللي معاه ملفعة خضرة عطى نفسه درجة في الولاية، كل اللي سبح تطالت شوية يا عم الشيخ يزعم انه في ولاية وانه هو من اهل الكشف، وغمض عينيهم وخشمه يريم ويترجم بكم كلمة. يا عم الحاج، المسألة غير كده خالص. اهل الله ده وقفين عند حدود الله، دول ناس اهل ادب واهل ذوق، يجي يروح قاعد في المكان، انما انت رنيت على الباب ودخل لي بعباية ودخل لي بخمس ست شلان والله شوية الألباندة ما يمشوش. الطريق نقي فلا يسير فيه إلا الأنقياء، ولا يعتمد فيه إلا أهل الإخلاص، إلا أهل الإخلاص. لما تكون فيه ليلة وفيه ذكر وتلاقي اثنين عشان واحد فيهم يشتغل مستفتح ويدقوا في بعضهم، ده أدب الطريق، ده أدب الطريق. واحد ماشي 17 كيلو عشان الطبيخ الأحمر والأخضر، ده أدب طريق؟ لا لا لا، المواضيع غير كده خالص. ولذلك أمثال هؤلاء أساءوا إلينا في طرقنا الصوفية. ما دول عايزين مربين، وقل المربون الآن، قل المربون. دي معضلة إحنا بنمر به، لأن التيار الصوفي والمحبين والأتباع ملايين، لكن لا تجد اليد الأمينة التي تتلقفهم وتصنفرة وتعرف الأدب والالتزام ويحضر درس علم ويعرف يعني إيه ذكر ويعني إيه ور. مسألة واسعة، مش خطيف طواقة ومش بالعافية وما ينفعش فيها الدراع. لا، ده توفيق إلهي، ده توفيق إلهي. لما موسى يمشي عدة أميال لينال العلم من ولي، ده موسى بنو إسرائيل، موسى كليم الله، موسى أحد أولي العزم، موسى النبي الكبير. لكن شوف الأدب، راح يتعلم من ولي من أولياء الله. السلام، ده مريم بقت أستاذة لزكريا وزكريا نبي، ودخل عليها في ليلة النصف من شعبان يقول له مش عارفة تعمل له كده. الليلة ليلة التسابيح، ادعو الله أن يحقق لك ما تشتهي يا زكريا. ما جوز أخته قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، فجاءه النداء وهو يقف في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. طب من اللي دل زكريا؟ مريم، ما الصديقة؟
وأمه صديقة كان يأكلان الطعام ويمشان في الأسواق. أيوة دي درجة، دي درجة عم الحاج. إحنا فين؟ لما أراد سليمان وهو النبي الكبير العظيم الحكيم النبي الملك، لما قدمت إليه بلقيس تدق عليه الأبواب وقالوا له ملكة اليمن وصلت، نفتح لها الباب، قال لا انتظروا، من يأتيني بعرشها؟ حد يجيب لي العرش ابتاح دلوقت. أيوة دلوقت. فقال عفريت من الجن أنا أتيك به. أمتى؟ قال قبل أن تقوم من مقامك وإن عليه لقوي أمين. قال لا 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 هي على الباب، هنفتح الباب لسه، هقوم واقعد، عايز حدا أسرع. فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. غمض عينك وفتح تلاقيه قدامك. غمض نبي الله سليمان ثم أرسل عيناه، فوجئ بعرش بلقيس أمامه. مين هو اللي جاب الحدوتة دي؟ آصف ابن برخيا، ده تلميذ من تلاميذ سيدنا سليمان، لكن كان عنده اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. سيدنا سليمان ناصح، لما لقيه قدامه قال لك لا ده موضوع كبير خالص، اوعى تقول لي بحولك انت وقوتك وشطارتك وذكائك، انما الذي تم بمراد الله، الفضل كله بيد الله والقدرة كلها لله، وهذا اختبار لي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. افتحوا لها الباب، ففتحوا لها الباب، فلما دخلت سألها أهكذا عرشك؟ كانت امرأة ذكية، ردت رد دبلوماسي ربيبة ملوك، قلت له كأنه هو، هو ولا مش هو؟ قلت له كأنه هو. يعني ايه؟ تقدرش تحكم يا قالت هو ولا مش هو؟ هو؟ طب ما قالت هو، مش هو فيها شك؟ ايوه ما قالت مش هو. مسكت العصا من النص، اهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، هو فهم السر. قال وأتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. يبقى الفضل باتباعك لطريق الله، وطريق الله هو الإسلام. اللهم أحينا على الإيمان وتوفنا على الإسلام، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. كرامات لأولياء الله، نعم، لا ولي بلا كرامة البدايات، ولا نبي بلا معجزة. في مرحلة وسط اسمها الآيات، الآيات دي نفحة من عند الله، إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. الآية دي تدي المؤمن، أيوة تدي المؤمن. وممكن تجي الكافر يمحقه الله بها، يدمره الله بها تدميرا، ليكون عبرة لمن خلف. اللي جرى مع فرعون آية، لتكون لمن خلفك آية. اللي جرى لأبي لهب مش مات بالعدسة، ده مرض سرطان. طب هو أيام كان في سرطانات يا أخي، الأمراض جند من جنود الله. ها هذا ليه؟ ما دي آية برضه، حتى يزدجر من خلفه، ليعتبر من خلفه. وأحيانا تبقى نفحة عالية، يبقى من أهل المكاشفات، وتجري له كرامة يقف أمامها العقل باهتا. سيدي أحمد الرفاعي ده واحد من أهل البيت، ينتهي نسبه إلى الإمام الحسين. أحمد الرفاعي جده سيدنا النبي، أي مش أمه السيدة فاطمة الزهراء؟ سيدي أحمد الرفاعي، أيوة عم الحاج. الله 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 الله، هم الناس دي وصلت من قليل، ده في تأسيس يا محترم، وفي تأصيل، وفي توثيق. سيد أحمد الرفاعي كان مقيم في العراق، كان نصب خيمة كده وسط الصحراء، الناس وهي راحت الجزيرة العربية العمرة وللحاج يحاودوا عنده، يؤدي معهم واجب الضيافة، فإذا عزموا على الرحيل خرج في وداعهم وقال لهم سلموا لي على جدي رسول الله، سلموا لي على جدي رسول الله.
إلى أن وفقه الله فمن عليه بحجه، فنزل مكة وأتم مناسك الحج، ثم ذهب لزيارة جده المصطفى. في أول لقاء وقف أمام القبر الشريف فاهتز وخشع القلب وتفصد الجبين عرقا وأخذته رعشة ورعدة، واعتذر لجده وقال في حالة البعد: روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وقد حضرت دولة الأشباح، فامدد يمينك يا مختار لتحظى بها شفتي. فمد له النبي يده من داخل القبر الشريف، فمال أحمد الرفاعي وقبل يد النبي ثم خر مغشيا عليه. دي كانت في الليل، لا دي كانت في النهار. حد شافه؟ كل من كان في داخل المسجد النبوي لحظتها رأى، وقيل تعدادهم فوق 90,000. فلما أفاق سيدنا أحمد أسرع إلى باب السلام وقال: أقسمت بالله العلي العظيم على كل من يريد الدخول لزيارة جدي أن يطأ بقدميه على صفحة عنقي أدبا لنفسي، لأنها أغمت علي في وجود جدي رسول الله. شوف الأدب، شوف الأدب، ما هم اسمهم أهل الأدب وأهل السلوك. إحنا محتاجين نتروحن شوية، القلوب عليها الصدى والادعاءات كترت والزعمات حدث ولا حرج، واللي سبح تطالت بيقول قشولي في الجنة فددين، واللي قيل شال أخضر ولا عمل لي طبق من الأبيض ده. الله يا عم الحاج، ما هكذا تورد الإبل، ما هكذا تورد الإبل يا سعد. دول أهل الزوق، أهل الأدب، أهل الكمال، أهل العبارة، أهل الإشارة، أهل الأخلاق، أهل الكمالات، أهل الكشوفات، أهل النفحات، أهل الأعطيات. كم في الزوايا من خبايا وكم في الناس من بقايا. اللهم أكرمنا بكرامتهم عندك، اللهم ارضى عنا برضائك عنهم، اللهم ارزقنا السير على دربهم ولا تمنعنا فضلهم، اللهم اهدنا كما هديتهم وبلغنا كما بلغتهم، اللهم دلنا على من يدلنا عليك، اللهم وفقنا في السير إلى الطريق إليك، يا هادي المضلين اهدنا بنورك إليك، اللهم لا تكشف عنا سترك الجميل ولا تمنعنا وفادتك وكرمك الجزيل. سر بأعمالنا قلب نبينا، وأسعد بإخلاصنا فؤاد حبيبنا، لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم احشرنا تحت رايته ولوائه، وأوردنا حوضه المعسول لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا إلا ونحن في روضات الله، إلا ونحن في فراديس الله، إلا ونحن في جنات الله. ها نحن يا رب قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا. اللهم صل على النبي وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، والله عليم بما تصنعون، وأقم الصلاة.